عمليات الجيش العربي السوري تستمر بمختلف المحاور في ضربات تلحق بالتنظيمات الإرهابية مزيدا من الخسائر. مصدر عسكري أكد استهداف وحدات من القوات المسلحة بعض مواقع الإرهابيين وتدمير أحد مقرات القيادة لمتزعميهم بمحيط مزرعتي فلة والشماس بريف اللاذقية الشمالي، ما أدى لمقتل أكثر من 15 إرهابيا وتدمير آلياتهم وأسلحتهم. على محور الجنوب تم استهداف تجمعات الإرهابيين وتدمير تحصيناتهم وآلياتهم في حي الكرك ومخيم النازحين ومحيطه بدرع البلد، ومقتل وإصابة العديد من الإرهابيين. كما قضت وحدة من الجيش على معظم أفراد مجموعة إرهابية شمال مقص الحجر في بلدة اليادودة بريف درع الشمالي. في المنطقة الشرقية استهدفت وحدات الجيش تجمعات وتحركات داعش الإرهابي في جبل الثردة وعلى الساتر الشرقي لمطار دير الزور، وأوقعت قتلى في صفوف الإرهابيين، كما تم تنفيذ رمايات مدفعية دقيقة على محاور ونقاط تسلل الإرهابيين في منطقة الساتر الشرقي للمطار، أدت إلى القضاء على عدد منهم وتدمير أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم. عمليات على امتداد جغرافيا الوطن تستمر. وحدة من الجيش وبالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية كبدت تنظيم جبهة النصر الإرهابي قتلى ومصابين في عملياتها على مواقع التنظيم الإرهابي على محور حوش الديواني والسعن الأسود وحوش حجو وحوش جعفر، كما دمرت مقرا لإرهابي النصرة في قرية حوش الضواهرة بريف حمص الشمالي.